بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين. الباب الثالث من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. يعني لو واحد مثلا عنده مرض جلدي، إكزيما، لما يلبس الكتان أو القطن أو الصوف تعمل له حكة وهرشة، لكن لو لبس الحرير ما يبقاش عنده الآلام دي، يبقى ساعتها يجوز لو لبس الحرير في مذهب الشافعية خلافا للمالكية من أجل العذر. المالكية عندهم لبس الحرير حرام مطلق للرجال، ملوش عذر، كويس. الشافعية أجازوا لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة، يعني إيه؟ عنده جرب، عنده إكزيما، عنده نوع من الحساسية لبعض الثياب، يبقى في الحالة دي له أن يلبسه للضرورة، من أجل الضرورة، كويس. أو لم يجد ثوبا غيره ليستر عورته. يعني افرض واحد ما عندوش ثياب خالص وعايز يصلي وعنده ثوب حرير لزوجته، يلبسه ويصلي فيه عشان يستر عورته، واضح؟ يبقى لو لم يجد إلا الحرير ليستر عورته وجب استخدام الحرير لضرورة ستر العورة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 50 بعد 505، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. في رواية تانية قالوا قمل، يعني كانوا في سفر من السفرات أو غزوة من الغزوات أصيبوا بالقمل، والقمل يعيش في الثياب الصوف ما تعرفش توصله، كويس. فلما أصيبوا بهذا الداء فالنبي أجاز لهم في هذا السفر أن يلبسوا قميص الحرير حتى يعودوا. فبعض الأصحاب عند الشافعية قالوا أنه يجوز للضرورة في السفر إذا كان في حكة، أما في الحضر فالبدائل كثيرة فلا يلبسه، ده وجه عند الشافعية. والراجح على المذهب أنه يجوز للضرورة في السفر والحضر سواء بسواء، واضح؟ ده المذهب الشافعي. طيب وقال إيه سيدنا الإمام مالك على الأحاديث دي؟ إما لم تصل له أو قال حادثة حال، إما لم تصل له أو وصلت له وقال حادثة حال خاصة بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام، أما باقي رجال الأمة يحرم عليه، ده مذهب المالكي. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. احنا في الزمن ده بقى لا عذر، ليه بقى؟ لان بقى في علاج لمثل هذه الأشياء، يبقى زال العذر لوجود العلاج. واحد عنده الحكاية دي نقول له روح لدكتور أمراض جلدية هيعالجك، بدل ما نقول له روح البس حرير هنقول له ايه؟ روح لدكتور أمراض جلدية هيعالجك هتخف خلاص. زمان ما كانش فيه علاجات متوفرة لمثل هذه الأشياء، فما كانش أمامهم إلا استعمال مثل هذه الأشياء. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان
قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القملة فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. يبقى الرواية الأخيرة دي بينت أن الحكم كان سببها إيه؟ القمل، وأنهم كانوا في سفر في غزوة. يبقى جمع الروايات مهم. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرة، والمعصفر المصبوغ بالأصفر، كويس، المعصفر المصبوغ بالأصفر والمزعفر المصبوغ بالأحمر. والنهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، وده نوع من الصبغات كانت تستعمل أيام النبي في ثياب النساء خاصة، فالنبي نهى عن الثوب المعصفر لأنه فيه نوع تشبه. أما بزماننا احنا اللون الأصفر مش خاص بالنساء، خصوصا أن الثوب الأصفر في زماننا ليس له رائحة. كان زمان ما يصبغوا الثوب بالعصفر يطلع لونه أصفر وله رائحة طيبة، وكان خاص بثياب النساء. فلما يجي راجل يلبسه، وده معروف إن لو قماش حريمي تبقى ما تلاقش، لأن الراجل يلبس له إيه؟ قماش حريمي، صح؟ ولذا الأحاديث اللي وردت أحاديث خاصة بزمن النبي أو أي زمن يعرف فيه أن هذا ثوب خاص بالنساء، لأن إحنا مأمورين ألا نتشبه بالنساء. وعن أبي قال وشكر الشافعي ذهبوا إلى كراهة الثوب المعصفر ولم يذهبوا إلى تحريمه، قالوا مكروه أو خلاف الأولى. احنا الوقت الثوب الاصفر بتاعنا مش معصفر، يعني مش مسبوغ بالعصفر، صبغات صناعيه. ايوه، ما بقاش بالعصفر. تجيب اي قميص كده لون اصفر تشمه تلاقي ريحته قماش، مش ريحته، بالاضافه لانه معروف ان ده قماش رجالي وده قماش حريمي، فانت جايب الاصفر الرجالي مش كده؟ برضه مش جايب الاصفر المزركش الحريمي. فخلاص الحكايه بقت واضحه سهله يعني. وانت حنفي مش كده؟ الاحناف عندهم مكروه كراهه التنزيه، المعصفر مكروه كراهه التنزيه وليس للتحريم، كويس، ده اصل مذهبهم، ده في المعصفر اللي هو مش موجود دلوقتي، لان دلوقتي كل الصبغات صناعيه، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث ان ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. لأن هي، ويبقى الفعل المضارع اللي بعدها يجي مجزوم، فلا تلبسها، غير اللن فين يجي الفعل المضارع بعدها مرفوع، فهم؟ فهنا بيقول له فلا تلبسها. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال عن خالد بن معدان. وعن أبي قال حدثنا داود بن رشد ابن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل احرقهما. يعني النبي ما عجبهوش خالص. أأمك أمرتك بهذا؟ لأن إيه؟ لبس الحريم يعني. فقال له طب أغسلهم؟ قال له اغسلهم، قال له احرقهم على سبيل العقوبة. يبقى ده على سبيل التغليظ للعقوبة، فهم؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر. القصي ده نوع من ثياب الكتان، وكان
يغزل بالحرير، كتان مع حرير، وكان يصنع في مدينة قس جنب تنيس على ساحل البحر. تنيس دي زي راس البر، جنب راس البر، بس أكلها ساحل البحر. كانت مدينة اسمها تنيس، كانت جنبها بقى مدينة اسمها قس، كانت بتصنع دي الثياب وتوصل لأرض الحجاز وتهامة، تباع الثياب القصية نسبة مدينة الصنع، فهمت؟ فالنبي نهى عنها لغلبة الحرير عليه. عن لبس القصي والمعصفري، وعن تختم الذهبي. تختم ده كل ده خاص بالرجال دون النساء طبعا. وعن قراءة القرآن في الركوع، يبقى قراءة القرآن ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لو انت ساجد ما تقراش قرآن، لكن ممكن تجيب القرآن على سبيل الدعاء، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ده قرآن، لكن انت بتقوله دعاء وانت ساجد لا بأس. لكن لا يجوز أن تتلو قرآن وأنت راكع ولا وأنت ساجد. لماذا؟ لأن القيام فيه القيومية فيليق بكلام الله، والركوع فيه العبودية فيحتاج الافتقار والتسبيح والدعاء، فلازم تراعي الحالات والمقامات. فالقيام فيه قيومية يليق بإيه؟ بالقرآن. والركوع والسجود فيه عبودية، والعبد فقير مفتقر فيكثر من الدعاء والتسبيح. واضح؟ وعنه بي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع. ويبقى نهاني، هل خاص بسيدنا علي؟ لا، يبقى إيه ده خاص بسيدنا علي وسائر الأمة من خلال سيدنا علي صلى الله عليه وسلم. وعن لبس الذهب والمعصفر. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. باب فضل لباس ثياب الحبرة. والثياب الحبرة ده نوع من الثياب القطن أو الكتان التي تصنع في اليمن وتكون محبرة، يعني منسوجة نسج عالي، يقول لك حبره يعني زينه، يبقى كانت طريقة نسجها نسج مزين. فكان النبي يحب الثياب الحبرة يقابل بها الوفود، وفي بيته يحب القميص، عشان كده مفيش تناقض بين ايه أحاديث الترمذي كانت أحب الثياب للنبي القميص، وهنا يقول لك كانت احب الثياب للنبي الحبره، مفيش تناقض. يبقى الحبره عند مقابله الوفود والقميص عند جلوسه في بيته. وعن ابي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال قلنا لانس بن مالك اي اللباس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبره. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. كيف شكل الحبرة؟ شكل الحبرة كيف؟ الحبرة اللي هي العبايات اللي بتيجي من اليمن دي وتلاقيها مغزولة ولون واحد، ما تبقاش ملونة، وفي بقى النمرة. ليس القميص. لا لا، القميص ده اللي بيلبسه في بيته صلى الله عليه وسلم. وفي حاجه اسمها النمره، تبقى النمر شكله ايه؟ شفت انت في النمر في حديقه الحيوان تلاقيه مقلم كده، فاي ثوب مقلم العرب تسميه نمره لانه لون النمر، يعني واخد بالك زي النمر. وساعات يقولوا عليه سياراء يعني سيور، حله سياراء، احنا نقول عليه مقلم ومخطط مش كده برضه؟ ولما مخطوط بالطول والعرض نقول عليه كاروب مش كده برضه؟ يعني هذا اللباس اليمني الحبرة كان ثوب يصنع في اليمن أيام النبي، اللي هي العبايات اليمنية، العباية اليمنية. باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعري وما فيه أعلام. أعلام يعني إيه؟ مزين، يعني مزين ببعض الرسومات كده أو الأقلام كده علشان يبقى إيه شكله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب النظيفة وفي نفس الوقت المتوسطة، يعني ايه؟ يعني لا الغالية قوي قوي ولا المبتذلة قوي قوي، كان النبي يحب الوسط كده، لا يغالي قوي في الثياب ولا يبتذل نفسه في الثياب. هي دي السنة النبوية الشريفة الجميلة، لا في الثياب فقط وفي الفراش ايضا في بيته وفي الاساس عنده بيته صلى الله عليه وسلم. ما يحبش الحاجة الغالية قوي ولا يحب الحاجة اللي هي مبتذلة قوي، حاجة وسط معقول وخلاص. كان احد الناس الحكماء واحد جايب له ايه كوب كده زجاج من الزجاج الراقي، مش عارف يقول له الكوب ده بألف دينار، وكان ساعتها الكوب بحوالي درهم العادي وده بألف دينار. قال له لا جزاك الله خير. قال له ليه؟ قال له لأني لو أخذته وكسر هحزن عليه حزن شديد، إنما اللي بتاعه درهم ده بيتكسر مني ولا بزعل عليه ولا حاجة، أجيب غيره. شفت الحكماء بقى ما يحبش يجيب حاجة غالية قوي عشان أما يفقدها قلبه ما يتخطفش عليه، تبقى سهل. اركب انت عربية كده سنكوحة اي كلام، اما يجي حد يخبطك تقول له شكرا. لكن اما تبقى راكب بقى عربية احدث موديل ومش عارف يجي يخبطك الخبطة دي هتتكلف لها 10,000 جنيه في التصليح، تنزل بقى تقلع هدومك وتتخانق معاه، مش ده اللي بيحصل؟ انما اما تبقى عربية عادية ومتخبطة اوريدي هي اصلا، واحد خبطك تقول له متشكرين والله ده الخبطة بتاعتك عدلت الخبطة اللي من ناحية. فتلاقي الحكاية سهلة، يعني كلما تقللت في امور الدنيا كلما كان حزنك على فقدانها سهل. فهمت بقى؟ ودي كلها حكمة الايه الحكماء، ودي حكمة الانبياء. الانبياء عشان كده ما حبوش يعيشوا في قصور ولا يحبوا يعيشوا في فخفخ، تبقى الحكاية سهلة عندهم. راح البيت لقى عيل مثلا كسر حاجة في البيت، ابنك مثلا كسر فازة، الفازة اللي انت جايبها اصلا عبارة عن فخار كده تمنها زي القلة، هتقول له يا حبيبي معلش انت اتخضيت، وتاخده في حضنك وتقبله. طب افترض بقى الفازة دي 28,000 جنيه وكسرها الوالد، هتمسك الفتافيت وتفتح دماغ الوالد، مش ده اللي بيحصل؟ فكلما كانت الامور سهلة هينة كلما كان فقدانها هين وسهل. فهمت بقى ازاي؟ فدي الحكمة، فلازم الواحد يعرف الحكاية دي ويتعامل مع الدنيا بهذه الطريقة، يقوم ما يبقاش قلبه مخطوف على الدنيا. فهم؟ يعني اما تبقى نظارة زي دي تمنها مثلا بجيبها تمنها بعشرين جنيه، لو سبتها هنا وضاعت مش مشكلة اجيب غيرها. لكن انا اعرف واحد صاحبي عنده النظارة تمنها 5,000 جنيه، قلت له يا خبر ابيض ايه ده يا ابني، ده لو ضاعت منك هتخش العناية المركزة بالحزن، ملهاش لازم. وهي بنشوف بيها برضه 20 جنيه وبنشوف بيها برضه. فيعني ايه الواحد كل ما تبقى اموره هادية ولطيفة كل ما تبقى حياته سهلة، اعرف دي كويس. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن ابي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن عليا قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا. وعن أبي قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي حاء قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرط يعني كساء، مرحل يعني عليه صورة الرحل، مرسوم عليه صورة الرحل اللي هو السرج اللي يرعى الجمل، ده معناه مرحل، يعني ايه؟ عليه صورة رحل
لان هذه الصورة جائزة طالما مش صورة حيوان. فهمت بقى؟ ملبدة من مرط مرحل من شعر اسود، يعني من صوف اسود، صوف واسود. ملبد، الملبد عارف، عارف انت شفت الحاجة اللي زي الخيش؟ عارف الخيش؟ هشرحها لك ازاي. قماش غليظ زي اللبدة بتاعتي. عارف اللبدة؟ هيقول لك بقى مش عارف والله. عارف اللبدة؟ عبارة عن طاقية يلبسها الفلاحين المصريين، تلاقيها صوف كده وغزل، والغزل بتاعها متباعد شوية، يعني من الحاجات الرخيصة. واخد بالك ازاي؟ لا لا، اللبده دي بتبقى، لا الطربوش حاجه فخمه بالنسبه لللبده، يعني قماش رخيص، فاهم؟ وخشن الملمس وسميك الملمس، سميك وخشن، فاهم؟ اسمه لبده ولحد دلوقتي موجود، فاهم؟ يعني شوف احنا من النعيم بتاعنا ولا واحد فينا لابس اللبده دي عشان نشاور له عليه، عشان احنا منعمين، وبالرغم اننا منعمين نقول احنا عارفين نعيش، ما بنقولش الحمد لله. ليه؟ مش عارف، عشان كل واحد عنده حاجه بيبص للاعلى منه. ادي المصيبه اللي احنا فيه. وعنه به قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان وساده رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من ادم حشوها ليف. أدم جمع أديم، والأديم هو الجلد المدبوغ، يبقى أدم جمع أديم، والأديم جلد مدبوغ، حشوها ليف. وعنه به قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وعنه به قال: يعني المنامه اللي انت بتنام عليها في الاعتكاف هنا دي حاجه فخمه قوي، ده كان ينام عليها كسرى ونوشروان كان زمان، وانت نايم عليها وتقول ايه ده، نايمين على الارض جاتنا نيله في حظنا العباد، قول الحمد لله. ليف، عارف الليفه اللي بنستحمى بيها؟ عارف الليفه اللي بنستحمى بيها دي؟ عارف القطعه دي اللي تحط عليها الصابون كده والبودي شاور وتستحمى بيها؟ هي اسمها ليف. يقوم يحطها جوه جلد. فهمت ازاي؟ بس الليف ده مواليف النخل بيتليفوا بيه برضه. في البدرشين، انا اتربيت في البدرشين، عندهم ليف النخل بيستعملوه يتليفوا بيه. واخد بالك؟ لهم فيه مقارب اخرى. يعني ممكن يعملوه في الشلف يقعدوا عليه، وممكن كمان حته اتبقت يتليف بيها ويستحمى ويحطها في الحمام ويغسلوا بيها المواعين. واخد بالك؟ كل ده جائز. واخد بالك استعمال ايه؟ انا بعد كده هجيب لك كل البضائع هنا عشان اشرح. وعنه به قال: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه كلاهما عن هشام بن عروه بهذا الاسناد، وقال: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي معاويه ينام عليه. ونقف على باب جواز اتخاذ الأنماط غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.